نرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام، مستمرين في حديث المساء. في هذا الجزء سوف نعرج على الوضع الإنساني بعد يعني إعادة الانتشار ربما وإعادة التموضع في الساحل الغربي من قبل هذه القوات المشتركة، بمعية السيد وديع عطا الصحفي المعروف وكذلك السيد عبد الناصر مودع الكاتب والمحلل السياسي عبر سكايب. والآن أيضا ينضم معنا السيد توفيق الحميدي رئيس منظمة سام. نرحب بك سيد توفيق معنا وأشكر انضمامك. بداية اسمح لي سيد وديع أذهب للسيد عبد الناصر المودع قبل الحديث عن الأوضاع الإنسانية وما تسببت ربما من تداعيات وارتدادات على الناس هناك. دعنا نتوقف عند هذا البيان الذي أصدره التحالف العربي، ويتحدث أن هذه العملية عملية إعادة الانتشار ربما والتموضع جاء ضمن خطط عسكرية من قيادة القوات المشتركة للتحالف لتتواءم مع الاستراتيجية العسكرية لدعم الحكومة اليمنية في معركتها الوطنية على الجبهات كافة. بداية، كيف تقرأ هذا البيان ولماذا تأخر؟ بيان عادي جدا، بيان ليس فيه أي إيضاحات لأسباب الانسحاب، ارجع الأسباب إلى أسباب عسكرية يعني من الممكن فهمها لأن هذه الجبهة خاملة، لكن ما هو معروف بأن تقدير هذا الموقف وتقدير عملية الانسحاب تمت من قبل الدولة التي ترعى هذه القوات وهي الإمارات، وبالتالي تمت وفق حسابات خاصة بها بالإمارات. لا نعرف ما هي هذه الحسابات، هل تمت أيضا بالتفاهم والتشاور مع السعودية أم أنها تمت بإعلام السعودية فقط، هل تمت أيضا من خلال يعني قدمت كبادرة تجاه إيران من قبل الإمارات، لا نعرف. يعني نحن الآن فقط نتكهن. صحيح هناك في جانب عسكري، في جانب عسكري للانسحاب، يعني في أسباب عسكرية أو مبررات عسكرية للانسحاب، وهو أن هذه القوات تقع يعني ضمن داخل شريط ضيق، يعني هناك شريط ضيق يمكن للحوثيين أن يقطعوا الطريق والشريان الوحيد الذي يوصل إلى هذه القوات، ولهذا هناك خشية عسكرية من أن يتم خنق هذه القوات في مواقعها وبالتالي تم سحبها. لكن لا أعتقد يعني بأن هذا ربما أيضا تحدث البيان عند هذه النقطة، يعني هذه القوات تصبح أكثر فعالية ومرونة في عملياتها، وربما يعني المكان الذي كانت تتواجد فيه هذه القوات ربما أعاقها وكبلها كما يتحدث البيان سيد عبد الناصر. لكن الشيء المهم، نحن لا نتحدث الآن عن قيادة مركزية هي التي تتحكم بالعمليات وبالتالي لديها استراتيجية بأن تحرك القوات من هذه الجبهة إلى جبهة أخرى أو تفتح جبهات جديدة، لكن كون هذه القوات هي تتبع الإمارات ولا تتبع السلطة مركزية متحكمة بجبهات أخرى، لا نعتقد بأن الأمر على هذا النحو. يعني ممكن أنها تتحرك إلى يقال إلى شبوة إلى مناطق أخرى، أو أنها ستخلق خط دفاع جديد حول المخا والخوخة، لا نعرف بالضبط. لكن كون هذه القوات لا تتبع وزارة الدفاع، لا تتبع جهة مركزية واحدة، فإننا لا نستطيع أن نقول بأن هذا الانسحاب له فوائد واضحة على الجبهات الأخرى. يظل الأمر مسألة تكهن، وسنرى في الأيام القادمة ما مصير هذه القوات وإلى أين تذهب. باعتقادك لا يحمل جديد. قبل أن أختم معك سيد عبد الناصر، ربما أيضا دعا العميد المالكي الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة أيضا بالحديدة إلى القيام بدورها لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وأيضا دعا المجتمع الدولي للضغط على الميليشيا ليعني الالتزام الكامل وتنفيذ نصوص الاتفاق. كيف أيضا تقرأ هذه الدعوة من قبل العميد المالكي؟ يعني عمليا اتفاق ستوكهولم يعني توفى. كانت البعثة مهمتها هو مراقبة وقف إطلاق النار حول الحديدة، وأيضا خلق مساحة منطقة خضراء بين الطرفين لم تتم منذ وجود هذه البعثة. الآن عمليا البعثة لم يعد لها عمل ما دام المعارك
أو خطوط التماس انتقلت إلى ما يقارب 100 كيلومتر جنوب الحديدة، أصبحت هذه البعثة غير ذات جدوى وينفق عليها تقريبا 70 مليون دولار سنويا. أما ما يخص اتفاق ستوكهولم من حيث ترتيب انسحاب الحوثيين والميناء وكل هذه الأمور، هذه الأمور تم تجاوزها ولم ينفذ الحوثي منها شيء، وبالتالي اتفاق ستوكهولم بشكل عام أصبح في حكم التاريخ ولم يعد له أي وجود على الأرض. بات في حكم التاريخ. سيد عبد الناصر، أشكر تواجدك معنا في حلقة الليلة. سيد عبد الناصر المودع، الكاتب والمحلل السياسي المعروف، شكرا جزيلا لك سيدي لانضمامك معنا. سيد وديع، أيضا قبل أن نعرج على الوضع الإنساني وارتداداته، دعنا أيضا نسمع قراءتك على هذا البيان. هل يعني حمل جديد؟ هل فسر الغامض ربما؟ كيف قرأته؟ الحقيقة هذا البيان في تقديري الشخصي بأنه وصمة عار جديدة أيضا في جبين هذا التحالف، الذي لا يبدو بأنه يبالي أيضا بالشرعية ولا حتى بالإنسان في اليمن. يعني لم يعني لا يبدو في 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 البيان أيضا ما فيه احترام للشرعية المختطفة في الرياضة أو حتى المغيبة والمنبطحة، ناهيك عن أيضا عن احترام أدمية الإنسان في هذه المنطقة التي دفع ثمن. تتحدث أنه جاء إعادة الانتشار وتموضع لدعم الحكومة اليمنية في معركتها الوطنية. الحكومة التي قالت في البيان أنها لا تعرف شيء عن هذا، يعني لا الأمم المتحدة تعرف والحكومة تعرف ولا المحافظ، محافظ الحديدة قال يعرف وأنه فوجئ من وسائل الإعلام. ما الذي عدى يعني ممكن أن نقدر به هذا البيان؟ هذا البيان بالنسبة لي هو يعني عبارة عن محاولة لتبرير يعني مسرحية الانسحاب العار وانسحاب الهزيمة الذي تم في الحديدة، وتقديم هدية مجانية مناطق شاسعة حوالي 80 إلى 70 كيلو إلى ميليشيا الحوثي كانت تحلم بأن تحصل على حتى 5 متر. يعني الناس والأبطال حافظوا على هذه المتارس لمدة 3 سنوات، رووها بدمائهم، قدموا عشرات الشهداء ومئات وآلاف الأسر نزحت من هذه المناطق وعادوا إليها بعد أن عاد إليهم أمل الحياة إلى هذه المناطق، وفجأة يقال لهم انسحبوا. يعني أحد القيادات يقول لي 35 شهيد ما بين أقاربي وجيراني، يعني الذي أعرفهم أبناء القرية، يعني كيف لي أن 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 أقف أمامه بأي وجه أقف أمامهم حينما تأتي توجيهات للانسحاب؟ ثانيا، حينما يشير البيان أيضا بتبعية هذه القوات للحكومة، عن أي يعني عن أي شعب يتكلم؟ يعني مثلا يعني يخاطب أي شعب هذا التحالف؟ أنا أقول يعني عن أن هذا البيان فيه استبغال للناس ومحاولة وتضليل للرأي العام العالمي والمحلي كذلك، بأنه وكأنهم يضحكون علينا. يعني كل ما تم معروف المعالم، معروف النتائج، نتائج الكارثية. اليوم نحن كأبناء للمحافظة نعانيها بشكل مر جدا. اليوم يعني قوافل النازحين الذي تأتي من هذه القرى التي اجتاحها الحوثيون تملأ شوارع مدينة الخوخة التي اليوم أصبحت هي الجزيرة الباقية لنا كأبناء الحديدة، غير لا يتمتعوا بالأمن في عدن ولا يستطيعون على الإيجارات في صنعاء ولا في مارب، ما بقي معهم إلا المزارع داخل الخوخة. ما الذي بقي يعني لنا من الحديدة يعني؟ الآن هي الخوخة. طيب دعنا أيضا سنتحدث الآن عن الوضع الإنساني وما خلفه إعادة الانتشار والتموضع. أيضا ينضم معنا السيد عبد الحفيظ الحطامي الصحفي المعروف. نبدأ بالسيد توفيق الحميدي رئيس منظمة سام، نرحب بك سيدي وأشكر انضمامك معنا. إذا نزوح 6000 شخص تقريبا الآن إلى الخوخة بحسب الأمم المتحدة، أيضا هناك حوالي 700 عائلة ونحو 900 أو 4900 شخص أيضا نزحوا إلى الخوخة. كيف يبدو الآن الوضع الإنساني سيد توفيق؟ أنا مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة ولضيوفك الكرام. أنا باعتقادي أن الوضع الإنساني في محافظة أو في الحديدة، خاصة في مناطق التي انسحبت منها ما تسمى بالمقاومة القوات المشتركة، هو لن يتغير عن السياق العام للوضع الإنساني في اليمن وفي مناطق التماس كما هو في الحديدة. يعني ماذا ننتظر من عمليات عسكرية وانسحابات عسكرية دون أن تراعي الجانب الإنساني وتترك السكان والمناصرين لها لقدر جماعة الحوثي، والتي رصدنا وتابعنا سلوكها خلال 7 سنوات، والتي لا تحترم المواثيق الدولية ولا الكرامة الإنسانية، هذا على مستوى الحقوق والحريات. أما على مستوى الوضع الإنساني فباعتقادي أن الأمم المتحدة قد قدمت وصفا للأزمة الإنسانية في اليمن بأنها من أبشع أو من أكثر الأزمات الإنسانية في التاريخ المعاصر. نعم. وبالتالي سيكون مصير هؤلاء الناس مثل سابقيهم، سيذهبون إلى العراء، إلى ربما مخيمات
لا توجد فيها أدنى المقومات الإنسانية، لا يوجد للأطفال مأوى يليق بهم، ولا يحصلون على الحد الأدنى من حقوقهم، لا في التعليم ولا في الصحة ولا في أي أمر من الأمور المذكورة، وبالتالي هي ستكون أوضاع كارثية. لكن من أجل نضع النقاط على الحروف، هنالك إشكالية تمت في الانسحاب المفاجئ دون أي اعتبارات وترتيبات للوضع الإنساني. نحن رأينا الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال عندما انسحبت من أفغانستان حملت معها ما يقارب 100,000 مع دول التحالف التي كانت متواجدة، والتي خشيت من تعرضهم لعملية انتقام ربما من قبل طالبان التي سيطرت على أفغانستان والعاصمة كابول. فما بالنا بالساحل الغربي أن تنسحب قوات عسكرية فجأة دون أي اعتبار لهذا الأمر، أو دون حتى أن يضعوا في اعتبارهم أن هنالك موجة نزوح وعملية انتقام وعملية نهب ستحدث في هذه المناطق، وهو الذي شاهدناه خلال أيام قليلة باعتقادي. صحيح. والآن هذا البيان للتحالف يؤكد علمه ربما، وأنه يأتي في سياق يعني المعركة الوطنية ولدعم الحكومة الشرعية، وحتى التحالف يعني لم يقدم أيضا إلى الآن أي تدخلات كما فهمت منك سيد توفيق. الآن الملاذ الآمن كما تحدث سيد وديع هي الخوخة، والآن ليس هناك أي ربما تواجد للمنظمات لإغاثة هؤلاء الناس النازحين، تقديم العون، يعني الخيام، تعرف يعني ما يحتاجه النازحون. فإلى الآن ليس هناك تواجد لهذه المنظمات؟ لا يوجد إلى حد اليوم يعني المتطلبات الأساسية. إذا كانت اليوم على سبيل المثال النازحين في محافظة مأرب والذي لديه لهم سنوات طويلة لم يحصلوا على المتطلبات الأساسية والحد الأدنى، ومع وجود استقرار لمخيمات منذ فترة طويلة، ومع ذلك هذه المخيمات تعرضت للهجمات والنزوح الجديد. فما بالنا اليوم في محافظة الحديدة التي اليوم بدأت فيها هذه المعركة وبدأت عملية النزوح. يعني اليوم لا نتوقع أننا سنشاهد عملية استغاثة عاجلة وقريبة إلا ربما من المنظمات الإغاثية الوطنية والمحلية التي ربما ستحاول أن يعني تقدم ما تستطيع من أجل على الأقل التخفيف. لكن على مستوى كبير أعتقد أننا سنحتاج وقت. وأنا نقول أن التحالف اليوم خاصة من خلال بياني الحالي الذي اليوم يبين أنه كان على يعني على علم وتنسيق، وأنه مع ذلك لم يضع في اعتباره الوضع الإنساني الذي سيترتب عن مثل هذه الخطوة العسكرية. يعني في كل العالم لا يتخذ قرار عسكري بدون أن توضع معه خطط متعلقة بالجوانب الإنسانية وجوانب الأمن من أجل السكان المدنيين. نعم سيد توفيق الحميدي رئيس منظمة سام، شكرا جزيلا لك سيدي لانضمامك معنا. أتوجه للسيد عبد الحفيظ الحطامي الصحفي المعروف، نرحب بك ونشكر انضمامك معنا. سيد عبد الحفيظ، حدثنا عن الآن طبيعة الوضع، يعني كونك على اطلاع تام الآن، وهل هناك ما زالت اشتباكات مستمرة؟ هل هناك يعني تسجل أيضا نزوح مستمر؟ ماذا أيضا على تدخلات الآن يعني إغاثة الناس حتى اللحظة؟ نعم أختي الكريمة، تحياتي لك ولضيوفك الكرام. الواقع أن الاشتباكات توقفت منذ منتصف الليلة الماضية حتى اللحظة، والغارات ذكرها بيان التحالف كانت غارات في مناطق التماس، مناطق التحيتة، وكان الهدف منها هو فض الاشتباك ما بين القوات الاتهامية وبعض الاليات العمالقة التي كانت تقاتل هجمات تواجه ميليشيات الحوثي في منطقة وبالتالي هدف كان هو الهدف من الغارات. فجرا وصباح هذا اليوم توجه أبو أحمد وهو قائد عسكري إماراتي في الساحل الغربي مع المحرمي قائد الاليات العمالقة، مع هيثم قاسم قائد عدد من الألوية كانت ترابة شرق مدينة الحديدة. هؤلاء توجهوا إلى المتاريس، نزلوا إلى المتاريس المقاتلين في حي وفي منطقة الحيمة وفي مناطق الخوخة، يجبرونهم على عدم الرد على الميليشيات، بعدم الاشتباك، عدم التقدم باتجاه المواقع
التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، عدم تجاوز الأسلحة الشائسة والكثبان الرملية التي صنعتها القوات المشتركة في أوقات مبكرة. في الواقع أختي الكريمة هناك مخطط لفصل هذه المنطقة الممتدة من منطقة الحين الساحلية شرقا من يعني من غرب الساحل السهامي شرقا باتجاه مديرية حيث حتى الحواز الجبلية باتجاه مديرية حيث، وبالتالي هناك ايضا فصل من بعض منطقه باب المندب باتجاه محافظه لحج حتى باتجاه المناطق الجبليه لمحافظه سعد، وبالتالي هذه المنطقه سيوصل فيها طارق صالح الشرطي لهذه المنطقه لما يسمى بتامين باب المندب ضمن اجهزات دوليه فرضته في هذه المنطقه، وايضا تامين استمرار تواجد الامارات والدول الاخرى في جزيره مليون وغيرها من الجزر الاستراتيجيه والمهمه في المياه الاقليميه الدوليه لليمن. الان الاشتباكات توقفت تام بعد ان هجزت هذه الالويه بالقصف الطيران، بعد ان طبعا من المستحيل ان تقاتل هذه الالويه وهي بلا ذخائر وهي بلا سلاح وهي بلا بؤس، وبالتالي سيكون اي قتال في مثل هذه الظروف انتحارا لهذه الالويه. هناك حراك اجتماعي وحراك سياسي من قبل ابناء تهامه فيما يتعلق بما حدث من عمليه الانسحاب، لكن دعيني هناك في نقطه ايضا مهمه صراحه، وما يؤكد بان بيان القوات المشتركه وبيان ايضا القياده المشتركه التي صدرت عن التحالف أغفل الجانب الإنساني، وهذا صراحة معيب وغير أخلاقي، ويدين هذه الأطراف يعني انسحاب مفاجئ. يعني توقع أن الميليشيات في منطقة الطائف أعدمت 12 شخصا وعلقت ثمانية منهم في مطعم النخيلة في منطقة النخيلة مطعم النخيلة في منطقة الطائف، وأربعة رمت بأجهزتهم بعد أن بكرت وجرعت أنوفهم وآذانهم في الجسم، وقامت ايضا باختطاف اربع اسر بعضهم جميعهم نساء واطفال بعد ان قتلت ذويهم امامهم. هذه العمليات الانتقاميه اضافه الى التهجير. نعم كنت اريد ان قبل اختم معك سيد عبد الحفيظ، يعني الاعمال الانتقاميه وماذا عن حمله الاختطافات والتصفيه التي تقوم بها الميليشيا على عجاله؟ سيدي تفضل. هذه الكلفة الثانية للأسف الشديد لم يكن لها اعتبارا لا في بيان المشترك ولا في بيان القيادة التحالف، وبالتالي هناك نزوح كبير نزوح إلى نزوح، والمنظمات يعني لم تتحرك لأنها أيضا صدمت بهذا الموقف. السلطة المحلية لم تتحرك حتى هذه اللحظة، كل الجهات ما عدا يعني إشارة من اليوم من الحكومة الاهتمام بوضع النازحين، وهذا خطاب ممدوح ومعروف اصبح في اذا حال ربما من التخبط ايضا تسود هذه المنظمات، ايضا حتى السلطه المحليه لم تكن يعني على اهبه الاستعداد ربما لتوفير يعني هذه الاحتياجات الانسانيه لهؤلاء النازحين، كله يعني اجى ربما اتى فجاه، فبالتالي حتى عمليه التعاطي ربما وسرعه ايضا التعاطي الى الان يعني ربما يقيم صفر. سيد عبد الحفيظ اشكر تواصلك معنا وانضمامك سيد عبد الحفيظ الحطامي الصحفي المعروف، شكرا جزيلا لك سيدي. مهمه ذكره سيد عبد الحفيظ ايضا هناك موجات نزوح حتى الى لحج والى المناطق الجبليه في تعز وكما تحدث الى الخوخه. هناك من يتحدث ربما من الايجابيه لهذا الانسحاب ربما ان يعني كان سيكون هناك حريه للتنقل ما بين محافظتي صنعاء والحديده، اصبح الطريق ربما سالك، هل هذا صحيح؟ لم تكن الحديده اصلا مغلقه على من فيها اصلا، لانه هناك سفر ايضا عن طريق المحويت وعن طريق حجه ايضا، وهذه المناطق تحت سيطره ميليشيا الحوثي، لكن السفر أسهل هو عن طريق كيلو 16، وهذه الانفراجة أيضا نهنئ من هم في هذه المناطق من القرى أيضا، لكنه ليس على لكن ما غير مقبول، يعني الحاجة غير مقبولة في هذا الموضوع أيضا بأن يأتي هذا الانسحاب على حساب تضحيات الأبطال. صحيح. الناس الموجودين في الحارات الموجودة في نقاط التماس داخل مدينة الحديدة في غليل وفي 7 يوليو كانوا منتظرين في أي لحظة ممكن تحصل أيضا هجمة جديدة وتحرر مدينة الحديدة، لا أن تتراجع. هذا التراجع أدى إلى خيبة أمل كبيرة عندنا نحن يعني وإحنا بعيدين، يعني وإحنا الآن مغتربين ومهاجرين، ناهيك عن الموجودين داخل الميدان الذي موجودين داخل مدن في حيس وفي التحيتة وفي الدريهمي وفي الخوخة، كانت هناك انهيارات معنوية كبيرة يعني عند الناس، ليس على المستوى الشعبي بس حتى على المستوى العسكري، بعض المقاتلين يعني والله انسحبوهم يبكوا. ثانيا دعيني اعيدك ايضا الى 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 هذا البيان الذي مصرين ايضا يشيروا فيه الى ستوكهولم، لا يوجد حرف واحد في ستوكهولم يعني يدعو الى هذا الانتشار،
او يعيد الى اعاده التموضع، لا توجد هذه الحروف حتى في هذا في 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 هذا البيان. هو ما 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 كل ما فيه انه يعود الانتشار الى مناطق يتم الاتفاق عليها، لم تعلن الحكومه المناطق التي تم الاتفاق عليها، لان هذه النقاط يفترض ان تاتي بعد تنفيذ الاتفاق للشق الانساني من الاتفاقيه. الشق الانساني الذي هو كيلو 16 صن كان المفروض ينفتح في ديسمبر 2018 بل في يناير 2019، لكن الميليشيا هي لم يفتح كيلو 16. ازاله الالغام في 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 طريق النقل المساعدات، السماح بسلاسة وصول المساعدات إلى مستحقيها، الأموال الذي يفترض أنها تخزن إلى البنك المركزي ثم تعاد إلى موظفي على أقل محافظات الحديدة، والمفترض أنها تذهب إلى البنك المركزي في عدن، لم ينفذ ذلك تماما كما فعل التحالف من انبطاحه للمجلس الانتقالي في عدن وقفزه على الشق العسكري، اليوم يقفز من الشق العسكري للشق السياسي، اليوم كذلك يكرر مع الميليشيا الحوثي أنه انتقاء. يهرب من الشق الإنساني المرتبط بالإنسان أيضا. هذا التحالف يثبت كل يوم ودائما في مثل هذه البيانات والمواقف أيضا أنه لا يبالي بحياة الإنسان اليمني. نحن كذلك في يعني بالنسبة للمجتمع الدولي، بالنسبة للمجتمع الدولي نحن بالنسبة له ليس إلا ملف للمزايدة، يعني الملف الإنساني ليس إلا الملف يعني المزايدة السياسية والابتزاز السياسي من التحالف. اليوم السعودية كذلك الذي لنا 3 أيام بعض المحللين والناشطين يقولون بأنه يعني محملين الإمارات الإمارات الإمارات، اليوم السعودية تثبت بأن قيادة هذا التحالف العار وهذا الانسحاب الهزيمة، وأنها شريكة أيضا يعني في الكارثة الإنسانية التي تحصل اليوم في جنوب الحديدة. نعم. ويتحمل مسؤوليتها قيادة التحالف مثلا بالملك سلمان. إذن يتحمل مسؤولية هذا الانتشار وما تلته ربما من ارتدادات التحالف العربي. أشكر تواجدك معنا السيد وديع عطا صحفي المعروف. شكرا جزيلا لك، ونشكر كل من ضموا معنا في حلقة الليلة، السيد عبد الناصر المودع الكاتب والمحلل السياسي المعروف، وكذلك السيد رياض الدباعي الناشط الحقوقي، وأيضا السيد توفيق الحميدي رئيس منظمة سام، والسيد عبد الحفيظ الحطامي الصحفي المعروف. إذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من حديث المساء، ألقاكم على خير.